جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. سيد جاي، أنا بدي أحكي معك ضروري. ما بعرف شو رح تقول أو شو رح تفكر بعد ما خلص حكي وقل لك كل شي، بس صدقني يا سيد جاي، ضروري كتير تعرف الحقيقة، لأنه هاي الحقيقة بتخص 3 أشخاص، ومنشان هيك إجيت لعندك لأنه ما كان عندي أي خيار تاني. بتمنى تفهمني وما تتضايق من اللي رح أحكي. سيد جاي، أنا وابن أختك سهل منحب بعض كتير، وحفل الزواج هلأ سهل ماله موافق عليه من الأساس. إذا صار هالزواج وكمل، فحياة راشي رح تتدمر كتير. لهيك قرار حياة 3 أشخاص هو بإيدك أنت سيد جاي. أنا أجيت مشان قلك إنه هاي هي الحقيقة هلأ. بتمنى أنك تفكر منيح قبل ما تاخد قرار بخصنا. اليوم إذا باركتني قدام العالم فرح كون عرفت بإنك وافقت على علاقتي أنا وسهل، وبتمنى من قلبي بإنك تعمل هالشي مشان مصلحة الكل.